سيدات علي. إنها امرأة مصرية تعشق تراب الوطن. قررت سيدات علي أن تساهم في عملية تنمية سيناء بعد بطولات قواتنا المسلحة في العملية سيناء 2018، فتوجهت لمقر صندوق تحيا مصر وأبدت رغبتها في التبرع بمبلغ 40,000 جنيه كانت تدخرها للقيام بأداء العمرة هذا العام. وأشارت قبل مغادرتها مقر صندوق تحيا مصر إلى أن التبرع لا يساوي شيئا أمام هذه التضحيات. تحيا مصر.